كيف تقوم بتقديم نفسك في اللغة الإسبانية؟ وقبل ما نبدأ ما تنساش تعملنا لايك للفيديو. Presentarse. Presentarse. نبدأ بأول جملة وهي معروفة عند الجميع. Me llamo Yasin. Me llamo Yasin. أنا اسمي ياسين. استعملنا الفعل جمار زائد complemento indirecto. Me. Me llamo. اسمي. يمكن أن نقول أيضا Yo soy Yasin. وتعني أنا أكون ياسين. أو يمكن أن نقولها باختصار soy ياسين. soy هي من أصل الفعل ser مصرفة في المضارع البسيط للإنديكاتيبو ويعني الكينونة. يمكن أن نقول أيضا mi nombre es ياسين وتعني اسمي يكون ياسين. استعملنا el preposición mi مع الكلمة nombre. مي نومبري اسمي زائد اس والتي هي من اصل الفعل سير جو سوي انا اكون تو اريس انت تكون ال اس هو يكون ايا اس هي تكون مي نومبري اس ياسين اسمي يكون ياسين. لكن نحن في اللغة العربية نحذف كلمة يكون ونقول اسمي ياسين باختصار. لكن لا يمكن أن نحذف اس ونقول مي نومبري ياسين. لابد أنك تتساءل عن ما الفرق بين مي يامو ياسين مي نومبري اس ياسين جو سوي ياسين. سأقوم بعمل ترجمة حرفية لكل جملة وستفهم الفرق لوحدك. مي يامو ياسين قلنا يامو من أصل الفعل يمار والفعل يمار يعني يتصل أو يستدعي أو ينادي. وعندما نقول ميامو يصبح المعنى وكأننا نقول ينادى علي يعني ينادى علي ياسين. أما مي نومبري اس ياسين فتعني اسمي يكون ياسين لأن كلمة نومبري في اللغة الإسبانية تعني الاسم أو اسم. جو سوي ياسين تعني أنا أكون ياسين. وإذا اختصرناها سنحذف جو من هنا ولا نحذف أنا من هنا ونحذف أكون من هنا ولا نحذف صوي من هنا فنقول صوي ياسين أنا ياسين. أيضا الفعل سير نستخدمه في التعريف بصفتنا الشخصية الدائمة أو المهنة التي نزاولها. فمثلا نقول صوي ماروكي أنا مغربي أو صوي دي مارويكوس أنا من المغرب. صوي بروفيسور أنا أستاذ. دعنا نقوم بتركيب جملة مفيدة بما تعلمناه. كيف سنقول أهلا أنا ياسين وأنا من المغرب؟ أولا soy ياسين y soy de Marruecos. أولا soy ياسين y soy de Marruecos. Permite que me presente mi nombre es ياسين. Permite que me presente mi nombre es ياسين. تعني الجملة اسمح لي أن أقدم نفسي. اسمي ياسين. دعنا نفكك الجملة لنفهم تركيبتها. Permite هي من أصل الفعل permitir ويعني سمح أو أذن بي أو أباح أو دعا. Presente هي من أصل الفعل presentar ويعني الفعل قدم أو عرض. في هذه الجملة استخدمنا زمنين. بالنسبة للفعل permitir قمنا بتصريفه في الإمبراتيفو لهذا قلنا اسمح على وزن افعل. أما بالنسبة للفعل presentar قمنا بتصريفه في المضارع del subjuntivo لنجعل الأمر رسمي يعني أن جملة permitir que me presente mi nombre es ياسين تستخدم عادة في مكان رسمي أو مع شخص تحترمه أو لا تعرفه. أما في الصيغة العادية ومع شخص مثلك في المستوى وهي للإنديكاتيبو أي زمن المضارع للإنديكاتيبو فنقول مثلا
Hola, me presento, soy ياسين. Hola, me presento, soy ياسين. هنا استخدمنا زمن المضارع للإنديكاتيفو. يمكن أن نقول أيضا Me gustaría presentarme, me llamo ياسين. Me gustaría presentarme, me llamo ياسين. وتعني الجملة أود أن أقدم نفسي اسمي ياسين. أيضا هذه الجملة تستخدم في مكان رسمي فقد استخدمنا زمن conditional simple مع الفعل gustar. طبعا نحن في القناة عندنا دورة خاصة بتعلم القواعد ستجد فيها شرح الأزمنة في اللغة الإسبانية بالتفصيل، ستجدون رابطها أسفل الفيديو أو في هذه البطاقة التي تظهر الآن فوق الفيديو. دعنا مرة أخرى نقوم بتركيب جملة مفيدة مما تعلمناه. كيف سنقول مساء الخير؟ اسمح لي أن أقدم نفسي، اسمي ياسين، أستاذ اللغة الإسبانية وأنا من المغرب. Buenas tardes, permite que me presente. Me llamo Yasin. أو نقول soy Yasin. أو نقول mi nombre es Yasin. Soy profesor de la lengua de español y soy marroquí. Buenas tardes, permite que me presente. Me llamo Yasin. أو soy Yasin. أو mi nombre es Yasin. Soy profesor de la lengua de español y soy marroquí. تخيل معي لو أنك جالس بين أشخاص غرباء وبدأت الحديث معهم وفجأة تذكرت أنك لم تقم بتقديم نفسك، فماذا ستقول؟ Disculpe, no me he presentado. Me llamo Yasin y soy de Marruecos. Disculpe, no me he presentado. Me llamo Yasin y soy de Marruecos. تعني الجملة عذرا لم أقدم نفسي، اسمي ياسين وأنا من المغرب. لاحظ أننا استخدمنا نفس الفعل presentar لكن في زمن الماضي التام El pretérito perfecto، لأن ذلك الحدث كان يجب أن يقع في الماضي لكنك نسيت وتداركت الموقف. سأترك لكم رابط فيديو نشرح فيه هذا الزمن بالتفصيل أسفل هذا الفيديو. أخيرا علينا أن نتعرف على كيف نقوم بالرد عندما يقدم شخص نفسه. Encantado de conocerte. Encantado de conocerte. تعني الجملة تشرفت بمعرفتك، وهذه الجملة نقولها غالبا بين الأصدقاء. أما في الأماكن الرسمية نقول Encantado de conocerle. Encantado de conocerle. تعني الجملة حرفيا تشرفت بمعرفته، أي نخاطب من أمامنا بالضمير هو. أيضا هناك عبارة أخرى تستخدم بكثرة وهي Mucho gusto. Mucho gusto. دعنا نقوم بكتابة حوار بسيط لنتمرن أكثر على ما تعلمنا، ولن أقوم بترجمة النص، سأترككم تفعلون ذلك في خانة التعليق. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Yasin y soy de España. ¿Y tú? Soy Yasin y soy de España. ¿Y tú? Encantada de conocerte. Me llamo Fátima. Soy argelina. Encantada de conocerte. Me llamo Fátima. Soy argelina. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me gustaría presentarme. Mi nombre es Yasin. Soy médico. Me gustaría presentarme. Mi nombre es Yasin. Soy médico. Encantado de conocerle. Encantado de conocerle. Yo soy Juan, soy profesor de español. Yo soy Juan, soy profesor de español. Mucho gusto, mucho gusto. Hola, disculpe, no me he presentado. Me llamo Yasin, soy español. ¿Y usted de dónde es? Hola, disculpe, no me he presentado. Me llamo Yasin, soy español. ¿Y usted de dónde es? Hey, no olvides suscribirte, darle la campanita a me gusta y compartirlo. ¡Hasta luego!